أهلا يا شباب، النهاردة راجع لكم بفيديو جديد عن سيكوال سيرفر. معلش بقى لي مدة كبيرة ما عملتش فيديوهات، بس كنت مشغول شوية كده في الحياة وفي الشغل، بس إن شاء الله نرجع نعمل فيديوهات من جديد باستمرار. الفيديو بتاع النهاردة الوقت متأخر عندي شوية، فحبيت أعمل لكم فيديو خفيف وسريع كده أتكلم فيه عن الـ SQL Server Views أو الـ Views في العموم، يعني في أي database بتستخدمها الاستخدامات بتبقى واحدة. فحابب أقول لكم إيه الفرق بين الـ Views والـ Tables، وإيه اللي يخليك تستخدم views بدل ما تستخدم tables على طول. في شوية فروقات كده مهمة حابب أكلمكم عنها، و يلا نبتدي. مبدئيا كده طبعا احنا كلنا عارفين هو ايه الـ ايه الـ ايه ايه table، مش هبتدي معاكم من البدايات قوي كده، بس طبعا انتوا table ده مكان انت بتحط فيه الديتا بتاعتك. خليني اوريكم اهو مثل خفيف كده. ده employee او employees table، انت هنا حاطط الديتا بتاعتك في الديتا stored في التيبل ده. في الباك جراوند دي بتبقى pages مكتوبة، فكل 8 كيلو بايت بتبقى بيج الانجن بيحط فيها الداتا ويخزنها، وده الريبريزنتيشن بتاعها، ده المنظر بتاعها ده التيبل. تمام، ايه بقى الفيو؟ الفيو هو عبارة عن تقدر تقول تيبل برضو، تمام، او تقدر تقول هو عبارة عن كويري متخزنة بتبين داتا. تمام، كويري متخزنة يعني ايه؟ ممكن تقول لي طب ما ده كده ستور بروسيجر، صح؟ انت ستور بروسيجر ممكن تعمل ستور بروسيجر وتحط جواه سيلكت ستيتمنت، لما تيجي ترن الستور بروسيجر يطلع لك السيلكت ستيتمنت. بس الستور بروسيجر انت ممكن تعمل فيها حاجات تانية كتير، ابديت وانسرت وديليت، و تعمل حاجات دي دي ال، كرييت، دروب، التر، كل ده ينفع تعمله في الستور بروسيجر. بس الفيو هو بيبقى عباره عن سيلكت ستيتمنت بس. عن اي فيو هتشوفه هي عباره عن كويري بس، سيلكت ستيتمنت كويري. طبعا ممكن تعمل جوينز، ده allowed، تعمل يونيون اول لو عايز تجمع كذا تيبل فوق بعض ينفع تعمل يونيون، بس ما ينفعش تعمل ابديت ديليت. ما ينفعش تعمل مثلا تيبل فاليبل، تعمل temporary تيبل، الحاجات دي كلها ما ينفعش تعملها جوه الفيو. ما ينفعش تعمل تحط اوردر باي في الفيو، هوريكو تريك كده ينفع تخليك تعملها، بس هو ما ينفعش، ان الفيو مش بيخزن الداتا جواه. يعني انت لو جيت تبص على السايز بتاع تيبل، خلينا مثلا خلينا في الاكزامبل ده، هتيجي تبص على السايز بتاع التيبل ده هيقول لك مثلا ان السايز بتاع التيبل ده على حسب حجمه. طبعا ده التيبل ده عندي فيه 7 8 روز فهو مش كتير. على حسب حجمه هيقول لك مثلا ده 2 ميجا بايتس، ماشي، طبعا ده ولا حاجه، ده تيبل صغير، بس يقول لك ده 2 ميجا بايتس. تيجي تبص على فيو بس حاطط انت جواه السيلكت ستيتمنت دي، تقول له وريني حجم الفيو كده، هيقول لك زيرو، ان الفيو ما بيخزنش الداتا جواه. الفيو كل اللي عليه ان هو بيخزن لك الكويري اللي انت بتعملها، وكل ما تيجي تسلكت من الفيو او تعمل ديسبلاي للحاجات اللي جوه الفيو، كل اللي بيعمله ان هو بيروح للتيبلز دي، ودي بقى ايه ميزه من مميزات الفيو، بيروح للتيبلز دي ويطلع الديتا منها.
تمام، هم داتا مش متخزنه جوه الفيو. فدي دي ميزه يعني، اللي انا قلته ده دلوقتي كده دي ميزه طبعا رهيبه، ان الداتا مش بتتخزن جواه. فانت لو عامل فيو على التيبل ده، تمام، يعني نيجي هنا نقول له، خليني العب معاكم شويه كده، متعودين يعني، كرييت فيو، اقول له تمب، ان انا اوريدي عامل واحد للديمو، بس اقول له تمب امب ماشي as. حلو كام as، خلينا نشيل التوب دي. كل لما انا اكل الفيو ده، يعني بصوا كده اهو، فاجي هنا اقول له ايه، select store from الفيو اللي انا ايه لسه عامله ده دلوقتي. كل اللي هو عمله لي ان هو راح بص على التيبل ده وطلع لي الداتا منه. فالميزة هنا ايه بقى؟ الميزة ان انا لو جيت وغيرت التيبل نفسه، يعني انا لو جيت هنا في التيبل ده كده، تمام، ادي الكولومز بتاعتي، وجيت هنا غيرت التيبل نفسه، تمام، ليه بدل first name خليتها f name. حلو الكلام، انا غيرت اسم ال غيرت اسم ال قدم، تمام، ده كده غلط يعني، هو شايفين كده ده مش هيشتغل. لو انا حبيت اعمل select هيقول لي لا، ما ايه ده، ما فيش first، انا دلوقتي اسمها f. الميزة بقى بتاعت الفيو، لو انت موصل الابليكيشن بتاعك او الريبورت بتاعك، لو انت عامل باور بي اي ريبورت موصله في ال موصله على الفيو مش موصله على التيبل دايركتلي، طبعا ده مش هيشتغل برضه، تمام. بس الميزه بقى ان انت هتيجي هنا، وطبعا انت ما تستخدمش الاسامي على طول، انت تستخدم alias، تمام. فهتيجي هنا تقول له ايه بقى، if name، تمام، وهنيجي نالتر، ان احنا اوريدي عملنا كرييت قبل كده. بصوا بقى كده اللي هيحصل، اشتغل تاني معانا اهو، نطلع لي الفيرست نيم. يبقى انا غيرت الاسم التيبل والابلكيشن بتاعي ما تاثرش، يعني الباور بي اي لما تيجي تعمل ريفرش للداتا سيت مش هتتغير، مع ان التيبل ما فيش فيرست نيم، دي خلاص بقى اسمها اف نيم، تمام. بس الفيو بيعمل كفر للحاجات اللي وراه، بحيث ان انت الابليكيشن بتاعك ما يوقفش لو في تغير حصل في التيبلز، تمام. ده جزء خفيف عن يعني ميزه من مميزات الفيوز. الحاجه التانيه ان انت ممكن تعمل performance enhancement بالفيوز. لو انت عندك كويري معينه بتران كتير قوي في الشغل، هتيجي تعمل لها فيو عليها، تمام، وممكن تعمل اندكس على الفيو ده. فانت كده عملت، انت ما عملتش تيبل، انت عملت فيو بس عملت اندكس على الفيو ده. فالديتا اللي جوه الفيو ما بقتش بقى بتروح تبص على التيبلز بس، لا، بقت تروح تبص على الاندكس بتاع الفيو. ففي الحالة دي الفيو بيبقى ليه حجم معين، ان انت مخزن داتا جواه عن طريق الاندكس بتاعه، تمام. فمش هوريكو دي عشان دي يعني كومبلكس شوية، ممكن قدام شوية نعمل الديمو ده. بس يعني دي ميزة، بس طبعا في حاجات معينة لازم تعملها، مش اي كويري ينفع تعمل لها اندكس. يعني مثلا ما ينفعش تستخدم ليفت او رايت جوين، هي جوين بس، ما ينفعش تعمل يونيون اول، ما ينفعش تعمل اجريجيشن معينه، ما ينفعش. انت هو اندكس، فهي بياخد الداتا اللي طالعه، بياخد صوره منها، بيخزنها في الاندكس، لما تيجي ترانت بعد كده بيطلع الداتا من الاندكس بتاعه، ما بيطلعش الداتا من التيبلز. فانت لو جيت وعملت ابديت انسرت ديليت في التيبلز، الانجن اوتوماتيكلي ان هو عارف ان الفيو ده بيديبند معتمد على الداتا دي، بيروح ويقوم عامل ابديت للاندكس. بس ده يعني كويس ان هو ايه، الموضوع ده بيحصل لوحده، انما مش لازم نعمله، بس ده اللي بيحصل في الباك جراوند. الحاجه التانيه
الأخيرة اللي حابب أتكلم عنها في الفيوز، ودي اللي أنا أوريكم عنها ديمو دلوقتي، هي إن أنت ينفع تعمل permissions معينة ليوزرز يخشوا يبصوا على الفيو. تمام؟ فهديكم example خفيف دلوقتي. دلوقتي أنا عندي فيو تاني هو اسمه Department Salary Last Year. تمام؟ طبعا ده حاجة بيسك قوي، بس في الحياة العملية انت دي مش هتبقى طبعا دي الكويري بتاعتك زي ما احنا عارفين. انت هتعمل جوين ل 20 25 تيبل هنا عشان تطلع الديتا. يعني انا هنا بس انا عامل ايه؟ عامل التوتال سالري لكل ديبارتمنت من سنتين فاتوا. تمام؟ خلينا اوريكم الديتا كمان مرة شكلها عامل ازاي. يعني الديتا اهي، كل employee department بتاعه والhire date امتى، عين امتى، والسالري بتاعه قد ايه. فانا هنا عامل query مثلا هستخدمها في Power BI report ولا Tableau report في Excel، عايز اعرف من سنتين كل department التوتال السالاريز بتاعته كانت كام. لو انا بحب اعمل budget وكده وعايز ادخل على السنة 2025 وعايز اشوف من سنتين كل ديبارتمنت كان بالسالري بتاعه كام لكل الامبلويز اللي فيه، فدي كويري هتعمل لنا كده. بس زي ما قلت انت هتعمل جوينز كتيره. تمام؟ دلوقتي انت جه عندك اليوزر اللي هو هيعمل الريبورت. انت اليوزر ده خارجي، تمام؟ يعني هو مش من الشركه ومعهوش اكسس ومش عارف يوصل للديتا دي. فانت في حلين، يا اما هتروح وهتدي له اكسس لل 20 او 25 تيبل بكل الداتا اللي فيها، بالداتا اللي هو يحتاجها للريبورت ده. يعني انا هنا محتاج بس ايه؟ الديبارتمنت والهاير ديت والسالري. انت بقى لو عندك بيانات كتيره قوي هنا وعنوان الامبلوي ورقم تليفونه والحاجات دي كلها، انت مش لازم يشوفها الشخص ده اللي هيعمل الريبورت. فانت هتروح يا اما تعمل له 25 ريد اكسس لكل التيبلز اللي هيحتاجها، او هتحط له انت اللوجيك كله اللي هو هيحتاجه في فيو. تمام؟ وهتيجي بعد ما تعمل كرييت للفيو. انا اوريدي عامل له كرييت، صح كده؟ خلينا نجرب. انا تقريبا عملت كرييت، صح كده؟ يس، عملت كرييت. يا اما هتعمل كل ده او هتيجي هنا وتدي اكسس لليوزر ده على الفيو ده تحديدا. تمام؟ فانا هاجي هنا، انا فتحت دي سيشن جديده بيوزر اكونت جديد. ده الداتا لودر، ده اليوزر اللي هيعمل لي انا عامل لوج ان هنا داتا لودر اهو. الداتا لودر ده اليوزر اللي هو هيعمل لي الريبورت بتاعي. انا حطيت له كل اللوجيك بتاعه جوه الفيو، بس بيجي رن مفيش. فانا هاجي بدل ما اعمل الستيتمنت دي اعملها رن على 25 تيبل اللي هم جوه الفيو او جوه الكويري، انا هاجي هنا واقوم اديله ايه؟ جرانت سيلكت اون واحول اول الفيو نيم واديله اليوزر نيم تحت. تمام؟ ورن دي. هيجي هنا هو ويعمل الرام بتاعته، ودي اللي هتوصل له ايه؟ يدخلها في باور بي اي ولا تاب. تمام؟ فهو محتاجش يعرف كل الداتا اللي عندي. هو مش محتاج يعرف كل الداتا اللي عندي، هو بس محتاج يعرف الديبارتمنت نيم والسالري، التوتال سالري بتاع كل ديبارتمنت من سنتين فات. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. ده كان فيديو كده بس سريع، و إن شاء الله نبتدي نعمل فيديوهات تاني باستمرار. أنا هبتدي أنزل فيديوهات على طول، وقولوا لي لو عندكم أسئلة عن الفيديو بتاع النهاردة ده، وأنا هحاول أعمل فيديو تاني قريب نخش بقى شوية إيه في حاجات الفيوز بقى، ونشوف نعمل الإندكس فيوز، وفي اوبشنز كتيرة ينفع تعملها للفيوز انا ما عديتش عليها هنا، بس في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل جوه الفيوز هتنفعك في الشغل جدا. سلام، واشوفكم في الفيديو الجاي.